اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي برنامج قد حلمك. اهلا بكم في كل انحاء الوطن العربي. النهارده هنتكلم عن موضوع جديد وحلقه قويه جدا. كل حلم كل بنت في مقبله فرحها قرب بتقعد تبقى محتاره، يا ترى ايه اكتر حاجه هتبقى لايقه عليا في الفستان، ايه الديزاين اللي هيناسبني. بتفضل تفكر وتتخيل وتحلم ان هي اليوم ده تطلع في احسن صوره، وبالفعل بتفضل تدور وتحتار وتبقى عايزه تجيب ستايل يكون مطلعها في افضل شكل. وفي بنات كتير بيبقى عندهم بعض المشاكل برضو، فبتبقى عايزه تداري حاجه معينه، فبتبقى محتاره ازاي تنقي حاجه او تختار حاجه تتناسق معاها. فمعانا النهارده جبت لكم كده حاجه كده، يعني حد محقق نجاح هايل جدا في الموضوع دوت ومكسره الدنيا، ضيفتي اللي منوراني النهارده في الاستوديو الاء الجوهري، مصممه ازياء فاشن ديزاينر، مالكه براند الاء الجوهري كوتر. اهلا منوراني، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، نورتينا النهارده في الاستوديو. الاء، نورك يا استاذه. عايزين النهارده تقولي كده للمتابعين اللي بيسمعونا، انت بداتي ازاي؟ وهل الموضوع كان متخطط له ولا جه عن طريق الصدفة؟ لا خالص، هو ما كانش الموضوع في المخطط ليه أبدا، يعني هو كان الموضوع جه صدفة يعني. بس هو كان في البداية كان في موهبة يعني. يعني من وانتي صغيرة كان في، كنت بحب الفاشون كتير، كنت بحب أركب يعني ألوان مع بعض. الموضوع جه كده، وبعدين يعني في فترة حبيت ان انا ادخل المجال. يعني انا يعني اقدر برضو، دي حاجة مهمة انتي بتقوليها، لما يكون في طفل بيلعب كتير في حاجة معينة او عنده تالنت معينة في حاجة هو بيحبها، ده بيكون ممكن يعني بيساعد كتير. بس ده مش بيبقى يعني مش بيبقى كافي، هو لازم بيبقى فيه تعلم بعد اكيد كده. طبعا ان انت بتدعمي بعد كده الموهبه دي. طبعا. تمام. درستي المجال ولا يعني احكي لي كده انت؟ بالكورسات يعني، اخدت كذا كورس في كذا مكان. في البدايه انا اصلا اتعلمت على اليوتيوب، اخدت حوالي سنتين تعليم على اليوتيوب. لكن دي مش دراستك الاساسيه؟ لا لا الفنون الجميله. لا لا ابدا. يعني خريجه ايه؟ كلية تجارة. مجال تاني خالص. أو يعني مش شرط ان احنا لا لا نبقوا خالص، حلمنا يضيع ان احنا ما دخلناش الكلية اللي احنا لا عايزينها او خالص. الكلام ده، لا. ممكن ان انت تبدأي تعلمي نفسك وتبحثي ازاي يعني وانت في البيت توصلي لطريق النجاح بتاعك من غير اي يعني ضغوط او تعب، ان انت تقدري تبحثي بنفسك وتطلعي الموهبة بتاعتك. تمام تمام، كملي معاكي. بعد ما اتعلمت على اليوتيوب اخدت فترة حوالي سنتين، تمام جربت كتير، جميل. فشلت كتير، بس كان عندي اصرار ان انا اطلع فشلت كتير؟ كتير. يعني احنا ما بننجحش في طبعا اول. ايوه. يعني مش بداية انك هتعرفي الطريقة وتيجي تجربي انتي هتنجحي. لا، عايز لازم تجارب، اقوم واقع. اصرار اهم حاجة، الاصرار على الاصرار. برافو عليك. يعني لما الواحد يقع لازم يفشل، يعرف كده ان هو مش حد فاشل خالص، بالعكس ده هو طبعا. كده بيبدأ طريق النجاح بتاعه. بالظبط. وان اكتر الناس المشاهير يعني الاء ما شاء الله مسمعه، يعني انا سامعه عندك كل خير في الفاشن. ما شاء الله، يعني عامله حاجات مبهره جدا وحاجه مشرفه. فما وصلتيش للنجاح ده، قولي لي بقى كده اول حاجه بوظتيها كان يمني لا عنها، اول كان حاجه كتير كان اول كتير تصميم قوي. ليكي ايه؟ هو كان فستان يعني كان سامبل كده وبسيط، يعني اخدت فيه حوالي ممكن اسبوعين ثلاثه كده. كان سنك قد ايه وقتها؟ من 3 سنين يعني وانتي بدأتي موهبتك من قد ايه؟ بدأت وانا في الجامعه. وانتي في الجامعة يعني من سن صغير، انتي اصلا لسه سنك صغير ما شاء الله، بس يعني انتي بادئة من قبل كده في سن صغير ان انتي بدأتي كان في تالنت يعني. بدأت ان انا اتعلم بقى تمام. وانمي الموهبه دي بالتعلم. تمام، جميل جميل. اول حاجه باظت منك تقريبا كده، يعني كان فستان بقى ولا كان ايه؟ كلميني عنه كان كده. فستان سيمبل بسيط كده، يعني انا بدأت اعرف الحاجات البسيطة، اطبق حاجات بسيطة. اصلا انا يعني فضلت حوالي كتير يعني ان انا اتعلم كاجوال بس، يعني ان انا اطبق كاجوال بس.
بس انا يعني شايفه ان انت عامله مركزه قوي الزفاف في السواري. ده في الفتره الاخيره انا يعني انا بحب قوي السواري والزفاف. لكن انت الاول كنت كاجوال وبعد كده بدات تركزي في لا الزفاف. انا كنت يعني اللي هو بدايه التعلم كان في الاسهل يعني اللي انت بداتي تجربي فيه الاسهل. طب قولي لي كده، انت بقى اللي بتصممي لنفسك؟ في حاجات بصممها لنفسي وفي حاجات بتبقى يعني الكلاينتس بيجي ويقولوا ان انا عايزه الصوره دي، عايزه اعمل زيها، بالتالي انا بشوف الصوره بعملها، بس ممكن اغير فيها شويه حاجات يعني ادي فيها اظهر فيها روح تدي فيها شغلي بقى يعني. تضيفي روحك فيه. طب لو انت بقى يعني الطلب منك كاجوال برضو دلوقتي حاليا والله بتعمل انا بعمله، بس انا مش بركز مركزه قوي عليه. دلوقتي اكتر في الزفاف. مش بركز قوي على الكاجوال يعني. طب ايه حبك في الزفاف؟ مع اني انا انا شايفه بحب الزفاف فيه، صعب وشايفه ان انت يعني عامله حاجات صعبه قوي. انا بحبه يعني. انا بقول لك اصل هي يعني انا هوايه. انتي هوايه اللي انتي مركزه اكتر في فانا الزفاف. بحب الزفاف والسواري طبعا فن الاء اكتر بتتعاملي يعني. مع عرايس كتير بيجولك في مواقف اكيد صعبه، اكيد احكي لنا كتير. كده بقى على المواقف اللي بتقابلك، يعني اكتر موقف كده ممكن يعني بتعدي عليكي كتير زي ايه؟ اللي هو مثلا بتيجي تقول انا عايزه الفستان يبقى واسع شويه، فنعمل لها واسع شويه، تقول لا اعمليه ضيق ضيقيه. تاني يوم تضايقيه. لا بعد ما يتعمل، اه او ان هي مثلا تكون جايه مع خطيبها او يعني اللي زوجها معاها يعني، اللي هيرتبط بيها ويقول لها انا عاوز الفستان واسع، فتيجي فترجع وهي عليك تاني، ضيق، انا عايزه ضيق، او هو بقى يقول لها مثلا الفستان فهتبقى دي ضيق مشكله انا بينهم عايزه الاثنين. انا عايزه واسع هو شويه الزفاف عشان لازم يكون على قد الجسم بالظبط والسواري، فبتبقى طبعا يعني بتحسي بارهاق في الموضوع ده ان انت كل ده لواحد حد في حد بيساعدك في الموضوع ده يعني لا فريق هو انا معاكي لوحدي، انت انا لوحدك لوحدي الشغل من الالف للياء انا بعمله. ما شاء الله، يعني ما فيش حد خالص لا بيساعد الاء. حاليا لا، قبل كده كان مين؟ لا انت هو برضه قبل كده كان في يعني حد يعني اشخاص بيعملوا حاجات بسيطة يعني، بس دلوقتي انا لوحدي. طيب. قال انا شايفه يعني احنا عايزين بس نعرض الصور بتاعت الموديلات اللي احنا اللي احنا اتفضل. تمام. الصور زي ما احنا شايفين كده على الهوا. الموديل معمول بدقه، مش مجرد ان هو فستان تقليدي. ايه السر في كده؟ يعني انا حاسه ان انا مش يعني بتفرج على حاجه جايه من بره، مش حاجه معموله في مصر. يعني انا بشوف فساتين كتير وبقابل حاجات كتير، بس ما بشوفش حاجه معموله بالصعوبه دي وبالدقه دي. والله انا عندي اصرار ان الحاجه تطلع مظبوط يعني. انا طول ما هل الحاجه فيها يعني حاجه مش الفكره في نوع مثلا، هل بتختاري نوع طبعا، نوع القماش قماش ليه بيفرق معاكي؟ دور كبير قوي في الشغل ان يعني هو يطلع شكله حلو، بس التشطيب ده حاجه تانية يعني، تعلم طب وممارسه قولي يعني. لي، يعني انا دلوقتي الفستان كده زي مثلا اللي موجود كده بياخد فكرته منك يعني وقت قد ايه ان انت تصمميه؟ وهل انت بتبقي اوريدي عندك الفكره جاهزه، ولا مجرد ما بيجي اي حاجه في خيالك بتطبقي فورا؟ يعني هل عندك حاجه بترجعي لها زي مرجعيه ان انت بتطبقي لازم خطوات بتمشي عليها، لا ولا مش حسب شرط؟ حسب الموديل يعني انا ممكن قاعده تخيلت كده ستايل معين فاقوم بنرسمه، انا بشوف الكلاينت عايزه ايه حسب وبنرسمه. الكلاينت. تمام. حسب ذوقها. ايوه وبرسم او هي بتديني صوره لو معاها صوره، وبالتالي انا بعمل زيها بس بغير فيها يعني حاجات، بحيث ان انا يعني مش هيبقى الموديل طبق الاصل، انا بظهر روحي في الموديل. تحطي التكنيك بتاعك فيه. طيب يعني بالنسبه مثلا اكيد بيجوا عرايس كتير ياخدوا نصايح منك، يعني مثلا انا واحده بالظبط اقول لك انا واحده انا تقول لك انا جسمي مليان شويه، بالظبط. اي فبتضطري ان انت هنا عندك مشكله ان انت تمام عايزه تدري، او انا جسمي رفيع شويه فايه الحاجه اللي هتليق عليه؟ فاكيد مش كل حاجه هتليق على نفس الاشخاص، اكيد. ايوه اكيد. صح؟ الجسم المليان مثلا طب يعني بيليق مثلا عليه. احنا لو حد بيتفرج علينا كده اللي هم مثلا جسم رفيع زي حالتي كده، دول ايه اكتر المنفوش موديلات احسن، تليق عليهم؟ اكتر حاجة تليق على سليم الرفيعين. والكلام ده، لا ولا لا لا المنفوش. المنفوش؟
يعني انت تنصحي لو في عروسه بتسمعنا دلوقتي ان هي لما تيجي تشتري حاجه تشتري فستان يكون منفوش مش باين عليه ما يبينش الرفع بتاع جسمها. بالزبط. طيب لو لو هي جسمها مليانه شويه ممكن ساقه عليه اكستنشن، لو هي مثلا قصيره ورفيعه ميرميد لو هي مليانه ايه اللي بيحصل؟ ساقه عليه اكستنشن. الاكستنشن ما يزيدش الشكل؟ لا حتى الاكستنشن ممكن، لو هي مش عاوزه حاجه تبقى نافشه الاكستنشن يعني ممكن شيفون حتى برضو بيداري بيداري الجسم. الشيفون يعني في يعني انت كده بقى بيبقى في بعض الاقمشه اللي بتتحكم فيك ان انت القماش ده مناسب انا اللي بتحكم في ولا انت في الموديل، انا بشوف الموديل ده بيناسبه ايه، الجسم ده بيناسبه ايه، وبالتالي انا بختار ليه القماش المناسب. طيب برضو في ناس كتير قاعده النهارده مستنيانا وبعتت لنا اسئله على البيج ان هم عايزين برضو، احنا قلنا لهم بقى النهارده في فاشن ديزاينر معانا فعايزين يعرفوا ايه اكتر الالوان الموضه السنه دي. احنا عايزين النهارده نستغلك كده ان انت تفيدينا في الموضوع ده. في الزفاف طالع موضه في السنين الاخيره دي الشامبين، تمام، او الالوان اللي هي مش ابيض يعني اللي هو ده كده انت بتتكلمي على الصيفي ولا الزفاف عامة يعني. الزفاف عامة السنة دي الموضة ايه؟ السنين الأخيرة دي شامبين. يعني لو عروسة نازلة تشتري فستان اللي نازل موضة الشامبين. الشامبين بدرجاته يعني مش لازم هو الشامبين الغامق، لا في بنات يعني في بنات ما بتحبش اللي هو الدرجة الغامقة قوي، بتحسش ان هو فستان زفاف يعني. في افتح السنة دي في الوان فاتحة يعني بتظهر الفستان، وفستان فرح وعروسة بتتبسط بلون الفستان، ومع ذلك هو فستان. طب الاقي ايه تاني ممكن الوان نستعين بيها موضه السنه دي؟ ممكن سيلفر برضو، سيلفر موضه فستان برضو. سيلفر. سيلفر خلاص بقى الابيض بقيت الناس بتحاول. لا الابيض، لا الابيض الفاتح يعني اللي هو فاتح قوي ده ما عادش موجود يعني، ما بقاش الناس بتهتم بيه زي الاول. دلوقتي مش تقريبا لطيف. كمان في الاوف وايت يعني. الاوف وايت ما هو اوف وايت وبعده درجات الشامبين بقى يعني، في من بعد الاوف وايت درجات. طيب ولو برضو بنوته مقبله على حفل خطوبه خطوبتها قريب، انت عارفه دلوقتي تقريبا اغلب البنات بقت بتعمل خطوبه في بتاعتها في مكان اللي هو ما بقاش حد بيعمل قوي حاجه كبيره، فبتعمل حاجه سامبل بسيطه بينها وبين الاهل بتبقى حاجه بسيطه، فايه اللون اللي يعني او الموديلات اللي تخدمها في الموضوع ده؟ اكيد مش هتجيب الحاجه اللي هي زي يعني طول مثلا شيفون ساتين بس. مش هنجيب منفوش، هنجيب حاجه مثلا بسيطه خالص. تمام. والوان ايه بتبقى في الوانات حسب الالوان ده بتبقى حسب الذوق يعني ملهاش. تمام تمام. لا انا شايفاكي ما شاء الله يعني عامله حاجه جميله قوي، بس انا عايزه اسالك على حاجه، انت دلوقتي لما لما بشوف تصميم زي اللي انا شفته كده في الصور، انت اللي بتبقي عامله التطريز ده بايديكي ولا انت بتشتريه؟ في خامات بنشتريها جاهزه، في خامات بنشتريها جاهزه، وفي خامات بنطرزها يعني بنجيب الخيط ساده واحنا بنطرزه هاند ميد. بالنسبه للقص بقى يعني انت معاكي مثلا مقص دار انت اللي بتقصي حاجتك، ولا طبعا ادي العيش لخبازه وبيبقى في حد؟ لا طبعا انا بعمل كل حاجه، بس انت كمان اللي بتقص؟ هو انا بقص قطعه قطعه، مش يعني مقص عادي. ما بتوديش الموديلات لحد؟ لا انا بقص، بعمل باترن بنفسي، انا بقص بنفسي كل حاجه، بخيط بنفسي كل ده من اليوتيوب؟ لا طبعا مش من اليوتيوب، بس هو بدات بدايه من اليوتيوب، بعد كده اخدت بدأتي كورسات. بدات تاخدي طريقك بقى لوحدك؟ بالظبط، اخدت كورسات نميت بيها الموهبه اللي عندي. انت كنت قايله لنا ان انت النهارده محضره مفاجاه للمشاهدين صح؟ تمام تمام. هنتكلم عنها برضو بالتفصيل، بس قبل ما اتكلم عنها انا عايزه اسالك سؤال برضو، لو في حد بيتابعنا وعايزه تبقى مصممه ازياء تمشي ازاي؟ ايه الطريق اللي الاء تقدر تنصح بيه ان احنا نمشي بيه لو انا عايزه ابقى مصممه ازياء؟ هو انا الطريق اللي انا مشيته كان صعب جدا يعني، ان انا اتعلمت في الاول، قعدت حوالي سنتين بتعلم لوحدي. هو الطريق هو انا وصلت في النهايه، بس كان طريق صعب، فانا بنصح طب اي ايه الصعوبات برضو اللي يعني حاجات زي ايه ممكن بعلم نفسي بنفسي اللي هو يعني بفشل كتير زي ما انا قلت لك في الاول. قماشه بتبوظ مني مثلا كتير، تصميم ما بيطلعش كتير يعني. احباط كتير،
احباط كتير. كتير يعني ده مش بس الفشل، ممكن يكون اللي انت بتفشلي وانت بتعملي الحاجه، ده ممكن حوالينا في طاقه سلبيه بناخدها بالظبط. يعني ده لو حد مش مصر قوي على كلميني الموضوع. كده عن الموضوع ده، يعني ايه طاقه سلبيه اثرت فيكي وخلتك فتره في يعني فتره انا يعني حبطت فيها بس ما وقفتيش ولا قررت اثرت ان انا عليكي؟ ما اكملش. وقفتي بس بعدها يعني رجعت الموضوع تاني بيتقالك ايه واصريت. بقى؟ يعني انتي مش لا ما بيتقالش يعني، انا الحاجه يعني لو القطعه اللي عندي مش داخله دماغي، مش مظبوطه، انا مش ببعتها للكلاينت ابدا. يعني انا اهم حاجه اللي يطلع من عندي لازم ابقى انا يعني مقتنعه بيه 100%. الحاجة. طب انت اللي مقتنعة، يعني المشكلة اولا مش في اقتنع، الكلاينت، انا المشكلة فيكي اقتنع ان بيها انت مش عاجبك اللي انت عاملاه. تمام. يعني يعني انا دي حاجة جميلة ان انت اصلا ضميرك ما كانش راضي ان بالظبط مش ده الشغل اللي انا عايزة اطلعه، مش ده شغلي اللي انا راضي عنه. بالظبط. ممكن في اوقات كتير بيبوظ قماش كتير برميه وبجيب غيره. خسارة مادية. يعني ممكن انا اخسر في البيس اللي معايا، بس ان انا ما اديش الكلاينت حاجه مش مظبوطه. يعني ممكن تلغي ال ملغيش، انا بشيل اللي انا عملته وببدا من وتعيدي جديد. من جديد. دي من ضمن الصعوبات. ايه طبعا. تاني واجهك في طريقك؟ لان احنا عايزين المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي يتعلموا ان مش معنى ان انا فشلت او معنى ان انا قابلت حاجة صعبة اني انا اوقف حياتي او اوقف طريقي، بل بالعكس، ده انا كده ده معناه ان انا ده بداية النجاح بتاعي. ايه اكتر حاجة تاني كانت بت كان آراء من الناس، لا ما تركزيش في الموضوع دوت، لا انت بلاش بقى ايش منه دخلك في الكلام ده وده مش بالظبط. بس هو الإصرار بيعمل كل حاجة يعني. الاصرار. ايه الاصرار؟ يعني انا عايزة كده كل حواء بتسمعنا النهاردة نسمع كلمة آلاء، الاصرار. بجد الاصرار ده يعني حاجة مهمة جدا. مفتاح لأي بالظبط بالظبط. كملي هدفك، كملي في كاريرك، استمري فيه، ما تخليش حاجة تحبطك. تمام، ما تقوليش انا عندي بيتي ومسؤولياتي. تمام، لا بالعكس، كملي. آلاء بقى يعني محضره لنا مفاجأة النهارده هتقولها للمستدى المشاهدين. قولي لي كده آلاء، الكورس بتاعك اللي انت عارضاه للناس اللي انت قلتي ده لو حد عايز يتعلم التصميم تمام. الكورس معانا عبارة عن ايه؟ كورس هو الزفاف والسواريب، مركز اكتر على الزفاف والسواريب. بدرس فيه الايطاليان باترن. جميل الايطاليان باترن بتاعي معدل، يعني في جميل كذا طريقة لل جميل. طيب قولي لي بقى انت ايه الهدية اللي محضروها للسادة مشاهدينا؟ في ديسكاونت 50% لأي بنت غير مقتدرة في الكورس. تتواصل معاكي فين؟ لو حد عايز يتواصل يحصل على على البيج، الكورس على بالخصم رسائل بتاعه. البيج. هيرسل آلاء على الرسائل على رقم البيج اللي ظهر قدامنا، وهنختار منهم ان شاء الله ناس تحصل على الكورس المجاني. آلاء انا حابه كده اقدم لك كادو بسيطه، طبعا بما انك نموذج يحتذى به وكنت قصه نجاح النهارده، فاحنا شكرا بنقدم لك حاجه بسيطه من برنامجنا قد شكرا. حلمك. كنت منورانا النهارده تسلمي حبيبتي. وقصه نجاح يعني ملهمه بصراحه، شكرا وافدتينا جدا وافدتي الساده المشاهدين ونورتينا في البرنامج، بنورك يا حبيبتي. وحلقه كانت ممتعه. شكرا. وطبعا احنا الكلام لسه ما خلصت مع آلاء، احنا عايزين حلقات وحلقات علشان نقول الكلام، نتكلم في الموضه ونتكلم في كل حاجه تخص الفاشون. تابعوا اي مشكله او اي استفسار عندكم تابعونا، او اي استفسار مع استاذه آلاء تابعونا على رسائل البيج برنامج قد حلمك، صفحتنا اسمها قد حلمك مع رانيا جاد. لاي استفسار تواصلوا معانا على رسائل البيج. اشوفكم على خير ومع السلامه.